هاي انا عرفت بمينيز من ورا اختي وخيي لانه كانوا بيشنت عندها وتجربه كانت تعقد فشجعت وجيت كان عندي انا فوبيا كبيره من دنتست وهيك فانكسرت هون وكثير حبيت التجربه وعلى طول بنصح اصحابي وكل العرب اللي بعرفهم يعني انه يجوا عند مينيز ميرسي كثير والنتيجه اللي اخذتها كانت بتعقد وبس ماشي.